السلام عليكم الأخوات الإخوان، لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. اليوم جبت لكم التتمة يعني ديال الجلابة اللي سبق لي رشمتها معاكم ونبتها هنا كيف كتشوفوا معايا الطريقة ديال البرشمان، أي الزكزاك ديال البرشمان اللي استعملته درته في اليد ديال في الكمام في جنب السفيفة، والبرشمان كذلك درتو حتى في القب، يعني الزكزاك درتو في الكميمات جنب السفيفه ديال الكمام وفي القب. وهانتوما معانا باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندير البرشمان. المهم البرشمان كنخدمو بالخيط، هنايا درتو على جوج ديال الشعرات، برمتو كما كنبرمو الحرير ديال كما كنبرمو الحرير بالنسبه للراندا. ايوا برمتو ودرتو، هانتوما كيف كتشوفوا معايا عقدت الخيط وغادي نبدا، يعني كنهز غير واحد القليل من الثوب وكنطلع الابره او ثاني وكنرجع لجنب السفيفه وكنطلع واحد القليل، يعني كنهز غير شويه من الثوب كيف كتشوفوا معايا وكنطلع عاوتاني نمشي نطلع الفوق عاوتاني ونطلع بليبرة، نحشي ليبرة في التوب نطلع واحد شوية نهز كيف كتشوفوا معايا. يعني الطريقة راها باين، يعني الفيديو راه شارح نفسه، يعني سهلة. وهانتوما معانا، جيت نشارك معكم الطريقة اللي درت بالنسبة للكميمات. ايوا هانتوما كيف كتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الجلابه اللي سبق لي خدمت معاكم لي زيتاب ديالها كاملين، يعني المراحل اللي مريت بها كاملين، ما عدا الخياطه ديال السفيفه والتركيب ديال العقاد، يعني هذيك المسائل هذيك ما شاركتهاش معاكم، نتمنى نشاركها معاكم مره اخرى يعني في جلابه اخرى. هنا كيف كتشوفوا معايا يعني الجلابة جات صراحة غزالة، يعني بعد الرشيمة اللي طبقت يعني في الجلابة والألوان، يعني ما شاء الله، يعني ألوان جاو متناسقين مع بعضهم، وخصوصا البرشمان اللي زدت
اللي ضفته على جلابة، صراحة عطاها واحد الجمالية رائعة، يعني زاد بين جلابة كيف كتشوفوا معايا، يعني روعة صراحة. أتمنى تعجبكم هذا الموديل، هذا اللي خدمت. هانتوما كيف كتشوفوا معايا الرشيمة كي جات رائعة بزاف، يعني بهذاك الألوان اللي دخلت فيها، والبرشمان اللي درتو من تحت سفيفة نستوق يعني في الأمام، وكذلك في الزيكزاك، البرشمان ديال الزيكزاك اللي درتو في القب جنب السفيفة، وفي الكميمات في جنب السفيفة في الكمام حتى هما، صراحة جاو رائعين. وهنا كيف كتشوفوا معايا درت العقيدات البلديين الصغار، وهذا البرشمان اللي درت اللي شاركته معاكم في الخدمة ديالو، يعني صراحة جا زوين، يعني درتو بهذاك اللون جا باين، والخدمة خلاص ديال الرشمة اللي خدمتها جات متقونة ورائعة، كذلك هنا في الكم الثاني، يعني كيف كتشوفوا معايا صراحة الخدمة ديال اليد راه شي حاجة اللي هي قيمتها عالية، يعني قيمتها كبيرة بزاف. وهنايا كذلك البرشمان اللي درت من تحت السفيفة من السطوق، هاد تيقولوا له رجل دجاجة صراحة جا غزال. هنا درت في لون واحد يعني غير شيشة خفيفة، كذلك هنا درت هنا جويجات. وبالمناسبة يعني هاد الخدمة هادي أول مرة كنخدمها، يعني خدمتها في هاد الجلابة، كانت أول تجربة ليا باش نخدم الزواق ديال البرشمان في الجلابة، صراحة جا زوين بزاف. هادو العقيدات اللي خدمت في الجلابة، عقيدات بلديين صغار، وكيف كتشوفوا معايا البرشمان اللي درت في القب ديال الجلابة حتى هو، يعني الزيكزاك نفس الزيكزاك اللي درت في الكمام درتهم حتى في القب ديال الجلابة على جنب السفيفة. صراحة زاد زوينة زوينة بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا الخدمة، يعني من الظهر ديال التوب فاش كنقلبوا التوب كي كتكون الخدمة مكتجيش باينة. ايوا نتمنى تعجبكم هاد الجلابة، تعجبكم الخدمة وبالنسبة للأخوات اللي أول مرة يعني تيدخلوا لقناتي وكيتفرجوا في هاد الفيديو، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش وما تبخلوش عليا بجيم وابوني يعني الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد اللي كنحطو في القناة، وباش تعطيوني تحفيز ودعم باش نزيد القدام باش نعطي اكثر واكثر.